بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الماضية بلشنا نحكي عن عملية الإيمج ريستوريشن، عن الديجريديشن اللي بيصير على الإيمج والمسببات تبعته من function أو من random noise added to the original image. We end up with a GXY هي الإيمج اللي degraded. فبدنا نلاقي طريقة، نلاقي فلاتر، نلاقي functions اللي حاولوا يسترجعوا الإيمج الأصلية FXY. فبتكون عند الانبوت بالحالة هاي GXY والاوتبوت هي F hat of XY، هي الإيمج اللي أنا بدي أسترجعها، وبدي أحاول تكون F hat of XY أقرب ما تكون لل FXY. فإحنا ما عندنا معلومة شو هي ال FXY الأصلية، إحنا عندنا GXY، فما بنعرف هل أنا قريب كثير ال F hat قريبة كثير من ال FXY ولا لا. فكيف الطريقة اللي بدنا نحاول يكون الفلتر اللي بنختاره يعطيني أفضل results تقربني لقيمة الـ FXY؟ بإني أفهم شو طبيعة النويز أو degradation function الموجود عندنا. فإحنا حكينا degradation functions هاي الشغلة ما راح نغطيها، ما معنا مجال بالكورس نغطيها. نطلع على طبيعة النويز اللي موجودة عندنا. إذا فهمنا شو هو النويز، شو الـ distribution تبعه، شو الـ الـ variables المختلفة كستاندرد ديفيشن أو average value إله، إذا فهمناهم هذولا وعملنا لهم modeling، رح نقدر نختار الفلاتر المناسبة اللي تخفف من كمية النويز الموجود. أوكي، ففهمنا لنا طبيعة النويز رح تعطيني function fxy أو f hat of xy أقرب ما يكون لل fxy الأصلية. فطلعنا على احنا الانواع المختلفه من النويز اللي ممكن ينضاف على الايمجز اللي عندنا، زي الجاوسيان نويز، ريلي نويز، الايرلانج او الجاما نويز، اكسبوننشال نويز، يونيفورم نويز، والامبلس او اللي بسموه صوت اند بيبر نويز. اوكي، وشفنا كيف الديستريبيوشن شكله، هذا طبعا كله بالسبيشال دومين، كيف عمليه اضافه النويز على الانتنسيتيز بالبيكسل تبعنا، شو البروبابيليتي تبعتهم انهم ينضافوا او ما ينضافوا، وشو الاكستنت قديش راح يكون عمليه الاضافه، كل ما كانت الاختلاف اعلى زي الجاوسيه مثلا كل ما كانت الفرصه اقل واقل، بس بتصير هاي الفرصه. مثلا المهم كثير عنه راح يتكرر عندنا كاكزامبل اللي هو الصوت اند بيبر. لاحظوا انا الصوت اند بيبر يا ابيض يا اسود، ما فيش اي بيكسل يجيها نويز غير هذول الاثنين، يا أبيض يا أسود، وهذا very destroys the image، بيأثر على التركيبة تبعتها، ولازم يكون عندنا طرق إنه نحاول نحل هذا النويز. أوكي، هون طلعنا على different distributions ال added noise، وشفنا شو أثر adding noise على standard image، كيف إنه لو كان Gaussian noise مضاف للإيمج كيف يكون شكل البيكسلايزيشن او التغيير على الايمج الاصليه قديش بده يكون شكله، اذا كان ريلي او جاما، اذا كان اكسبوننشال يونيفورم، والحاله الاخيره اللي هي السولت، هي السولت كميه الابيض المضافه، والبيبر لانه في عندي اسود فالبيبر تظهر مضافه على تعداد الهيستوغرام ل الانتنسيتي بيكسل او الانتنسيتي فاليو زيرو. اوكي، فذس ذيز ايمجز السته هذول اللي عندي 1 2 3 4 5 6 هم عباره عن جي اكس واي اللي بيمثلوا الايمج الاصليه اف اكس واي، هاي اللي احنا مش مفروض ما بنعرفها، ما بنعرف شكلها، مش موجوده عندنا المعلومات تبعتها، عندنا جي اكس واي. بنحاول نرجع الجي اكس واي، بدنا نشيل هذا النويز بطرق مختلفه او نخفف اثره بقد ما نقدر، لانه راندوم فاريبل، بحيث انه اوصل لايمج اف هات اوف اكس واي اقرب ما تكون لمين الايمج الاصلي. فحكينا ستيب 1 بالشغل لهي الطريقه انك تحاول تعمل موديلنج اوف ذا نويز ذات يو هاف، عشان اذا فهمت النويز طبيعته بتقدر تختار
نوعية الفلتر اللي بدك تستخدمه. ففهمك لشو هو النويز اللي قاعد اللي موجود عندك بخليك تعرف انه والله انا عندي هلا جاوسيان نويز بعالجه بالطريقة الفلانية، عندي ريلي نويز بعالجه زي هيك، عندي سولت اند بيبر نويز انه طرق للمعالجة خاصة فيه. تمام؟ فالطريقة اللي احنا بنعمل فيها استيميشن للنويز طريقة سيمبل كثير حلوة، كثير تتماشى مع كيف طريقة تفكيرنا احنا للشغل. ببساطة بنعمل هيستوغرام. تيجي تحكي دكتور ما انت الهيستوغرام لكل واحدة من هذول الايمجز، هي الهيستوغرام عبارة عن عداد لا قديش البيكسلز من كل اللي بتحمل كل انتنسيتي ان كي، هاي الار كي وهي الان كي، فبين عندي شكل النويز اللي هون. هاي الايمج لانها الستاندرد ايمج ببين عندي بالطريقه هاي، بس لو كانت الايمج فيها ديستريبيوشن للانفورميشن بشكل اكثر، يعني لو كانت اكس راي ايمج او كانت مثلا ام ار اي ايمج فيها تغيرات كثيره، فيها ديتيلز، فيها جنرال شيب، جوينتس، انتنسيتيز، ايدجز، كل الديتيلز هاي، فما راح يطلع الهيستوغرام تبعها بهالبساطه هاي. اوكي هلا نحط عليه اكزامبل عشان تشوفوا كيف بيكون شكله. فالطريقه اللي احنا بنشتغل عليها عشان نحاول نعمل استيميشن للنويز، بالعاده الاستيميشن للنويز اذا كانت عندك انت الايمج زي هيك، خلينا نحطها كاكزامبل اللي كنا نحكي قبل شوي. لو كان عندك هاي الان كي وهي الار كي، وكان عندك انت عملت استيميشن للهيستوغرام بالايمج، فكان شكله مثلا فيها اسود كثير باك جراوند، فيها شويه سكني، والله شويه سكني فاتح، وعندي كميه عظم وهيك. هاي عندي ار اوف كي، خليني اختار لون افضل من هذول، باك جراوند مش كثير واضحه لي، خليني اختار اصفر مثلا. عندي في باك جراوند لانها اكس راي فيها اسود كثير، والاسود لازم يكون زي هيك مثلا، ومثلا عندي تغيرات معينه من السكني، درجات السكني هيك، وعندي مثلا كميه عظم لونها ابيض، وهيك بيكون شكله. فممكن هاي تكون هيستوغرام لاكس راي ايمج. تمام، هاي عباره عن ار كي وهي عبارة عن N of K. تذكروا حكينا لو عملت قسمت ال N of K على M في N تعطيني إيش؟ probability إنه كل بيكسل لها قيمة معينة أو intensity معينة probability. بس إحنا نخليها عداد N K. هل لو كان مضاف نويز عليها مثلاً Gaussian noise، وخلينا نحكي ال Gaussian noise ال average تبعه المضاف تقريباً على البيكسلز اللي هم اعلى من ال ال ناقص 1 على 2، يعني اعلى من نص بشوي. خلينا نحكي انه النويز المضاف خلى شكل الايمج، شايفين الخط الاصفر؟ بدي اعمل بخط برتقالي، خليه برتقالي، واعمل انه منقط كل شيء مضاف عليه نويز بحيث انه صار الكير هيك شكله. هلا لو انا ما بعرف انه الكيرف السابق هيك عليه هاي الجزئيه اللي هون، ولا يمكن اعرف انه هاي الكميه المضافه هي نويز، ولا يمكن، ممكن هاي نفسها هاي البامب اللي هون هي اصلا نويز. ففكره انه انت عندك ايمج لها ديستريبيوشن معين، لها دايناميك رينج من البيكسلز، ولا يمكن تعرف يمكن هل هذا هو النويز ولا هذا هو النويز ولا هذا هو، ما بتعرف. فالتريك اللي بنعملها بالعاده عشان نكون احنا عندنا تقدير افضل لايش طبيعه النويز الموجود عندنا، نيجي نطلع على الايمج اللي موجوده بين ايدينا، نيجي نحكي اوكي هاي الايمج اللي بين ايدينا الشكل العام مبين، والله في عندي انا اطار اسود هون، وعندي هاي بالنص سكني، وعندي دويره بيضاء، فالجنرال شيب مبين. بس نويزي مبين عليه مضاف نويز. فشو بنيجي نحكي؟
اوكي ليتس دو ذس. بما انه جنرال شيب مبين خلينا ناخذ منطقه هيك مثلا، هاي المنطقه نحصرها، نعمل كروب يعني ناخذ جزء من الايمج وهذا الجزء بنحطه هون وبنعمل له بنحط ال يعني بنحطه لحاله على جنب يعني قصدي ها خلي السهم هيك نيجي ناخذ نعمل له كروب ونحطه لحاله. هلا بنحط عليها اكزامبل احنا فذس this becomes a new image إلها size M small N small. Okay, this is a new image. بدأ وهاي لأنها الجنرال شيب إنه والله هاي ما فيها تدرجات. كيف لما تأخذ صورة للسماء السماء تكون صافية ما فيها تدرجات كثيرة بتكون تقريبا نفس الفاليو more or less. فإذا بدي أعملها هاي هيستوغرام كيف بدي يكون شكل هيستوغرام؟ خليني أكون أعمل الشغلة هاي فعليا نحن بناخذ هو بالإكزامبل ماخذ هاي الكليب ماخذ هون هاي القطعة عامل هاي الستريب فهاي الستريب هيها شايفينها بتكون قيم القيمة الأفريج إلها لو بدون نويز بتكون لو بدي أعملها هيستوغرام كيف بدي يطلع شكلها حابب يقدر يتوقع لو بدي اعمل هيستوغرام لهي لحالها بدون النويز دكتور بتكون عباره عن سبايك مو وايت ولا بلاك يعني بالوسط 100% بتكون سبايك بقيمه سكن يعني ما في عندي اي قيمه اخرى لانه هاي المفروض وان كلر فوان كلر ما في عندي ار كي قيمه للانتنسيتي غير عندها بقيمه واحده فبالضبط بتكون عندي سبايك زي هيك شكلها هاي بدون النويز لكن لما تكون نويزي بيكون مضاف عليها البيكسلز مضاف عليها نويز او مشيل منها يعني مضاف عليها فاليوز او مشيل منها فاليوز وهي بتكون قيمتها الافرج فبوجود النويز هاي عدد البيكسلز الموجوده بالسبايك هاي هي عباره عن ام سمول ضرب ان سمول يعني خلينا نحكي هاي الستريب اللي قصيتها من هون كانت 40% معناته عندي 400 بيكسل معناته ارتفاع السبايك هاي 400 طب لو كانت نويزي يعني مضاف عليها نويز بتكون بعض البيكسلز قيمها اعلى وبعض البيكسلز قيمها اوطى يكون شكلها زي هيك راح تكون معنا حسب الديستريبيوشن ممكن يكون شكلها زي هيك فلاحظوا لانه انا عندي قيم البيكسلز اللي متوقعها هون لهم انتنسيتي واحده معناته اي شيء غير هاي الانتنسيتي هو عباره عن نويز فالشيب الشكل تبع النويز راح يحكي لي شو نوعيه النويز اللي عندنا فاذا كان الديستريبيوشن هيك شكله شو معناته النويز اللي عندي اقرب ما يكون للجاوسيان اوكي إذا كان والله شكل النويز هيك زي هيك والله هو هذا أقرب للريلي أو للجاما لو كان شكل النويز زي هيك أو ديستريبيوشن للبيكسل زي هيك معناته إيش؟ معناته يونيفورم وهكذا ف this is how we estimate نوعية النويز الموجود عندنا طب لو كان هيك كان شكل النويز هاي اللي عندي البكسل هيك وطلع عندي هون نويز هيك هيك وهيك زي هيك طبعا هاي الارتفاع راح يكون اقل لانه لازم تكون اقل لانه مجموع كل البكسل بيساوي ام في ان سمول تبعت الستريب وتكون هاي زي هيك شو معناته هاد طبيعة النويز اللي عندنا؟ هاد بيكون بالحالة هاي ايش؟ salt and pepper صح؟ spiky هاي بتكون salt pepper وهي salt بتكون عندي قيمة البكسل الأصلية زي هيك فهذا بنسميه impulse noise
فthis is how we estimate النويز الموجود عندنا. ففهمنا للصورة الأصلية شو هي طبيعة الصورة الأصلية، شو كمية التغيرات اللي فيها، كيف الجنرال شيب لها، بخلينا نقدر نعمل استيميشن لنوعية النويز الموجود فيها. إذا عرفنا نوعية النويز الموجود فيها عن طريق إنك تختار منطقة الجنرال شيب مبين إنه ما في تغيرات، معناته أي ديستريبيوشن حوالين الأفريج فالي الموجودة هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن الديستريبيوشن تبع النويز اللي بين إيدينا. أوكي؟ شغل الماتلاب عم يشتغل. ف we cannot use the image histogram to estimate the noise PDF زي ما حكينا هون. ما بقدر استخدم ال image histogram لأنه بعرفش وين النويز مضاف على أي هضبة من هذول يعني. ف it is better to use the histogram of one area of an image that has constant intensity. تكون intensity فيها هون تقريبا ثابتة. فساعتها هاي بنعمل هيستوغرام لجزئية من الإيمج بالحالة هذه. وضحت الفكرة؟ أوكي. فهاو دو وي ريموف ذا نويز اللي هي عملية الدي نويزنج، إزالة النويز من الإيمج، دي نويزنج. الطريقة إزالة النويز to denoise the noise from the image بتطلب منا إن أول نقطة إنك تفهم النويز الموجود عندك، تعمل estimation للنويز parameters. أوكي؟ فـ spectral inspection ببين عندي إذا أنا النويز كان periodic زي ما شفنا بال السبكترال انهانسمنت، تذكروا كيف كان شكل النويز لما اضطرينا نستخدم له باند باس باند ريجكت فلتر. اذا كان بيريودك نويز ببين عندي بالسبكتروغرام ببين عندي ايش؟ ببين انه هذا النويز السبايكس بالفريكونسي دومين. Another way to do this انه نودي ايمج تكون تيست ايمج. التيست ايمج معناته انا مثلا عندي سيستم كان باخذ صوره، مثلا باخذ صوره هي f of x y كابخ الصورة تطلع عندي هون g of x y. بتطلع الصورة عندي مثلا، خلي هاي نحكي قاعدين ناخذ صورة خلايا، قاعدين نصور مثلا تغيرات معينة جوا الجسم whatever، يعني قاعدين نطلع على اشي object، وبتطلع عندي g x y هون كoutput، بتطلع عندي نويزي، مبين عليها نويزي، اوت اوف فوكس، فيها مشاكل، there is something going on يعني بالايمج. فساعات الجي اكس واي بنحكي اوكي اذا بدي اخذ ايمج انا ما بعرف خصائص الايمج من قبل، يعني ايمج فيها خلايا والخلايا ممكن كانت تتحرك، ممكن انواع مختلفه، ما بعرف هل اللي النقاط هاي الموجوده عندي مثلا هي نقاط نويز ولا هي فعليا جزء من الماتيريال. فبلتخم الواحد ما بعرف، خاصة ما تكون الإيمج FXY مش معروفة شو هي عنده، عليها شرط استفهام. فساعتها شو بنسوي؟ بستخدم تيست إيمج. باجي بحكي أوكي FXY هاي بتكون إيمج معروفة. زي الإيمج مثلا تبعت الحرف الـ A، تذكروا اللي كنا نستخدم ونطلع عليه الرينجينج وكذا، هذه تست ايمج معروفه خصائصها. او الايمج اللي قبل شوي اللي هي عباره عن اطار وجوا في دويره، هاي بتكون تست ايمج معروف خصائصها، معروف كم بكسل قيمتها، الانتنسي تبعتها هالقد هيك، وشو السايز تبعها، شو الافرج تبعها، كل شيء معروف، فبنسميها تست ايمج. ساعتها باخذ صوره فورا تست ايمج، ما بدخل صوره انا عشوائيه زي هيك، بدخل fxy. بس هاي fxy شو بتكون عندي؟ بتكون known quantity، تكون مثلا شكلها معروف مسبقا، خصائص معروفة مسبقا، زي هيك مثلا بعرف انه هاي الايمج كيف شكلها، وعدد البكسلز البيضة فيها، وعدد البكسلز الحمر فيها، وعدد البكسلز السود فيها، وهكذا. فلما اصورها بتطلع عندي gxy، خلينا نحكي انه gxy قاعد تطلع عندي على الاوتبوت هيك شكلها،
اخلي الاطار احمر زي قبل شوي هيك تطلع عندي ايمج جي اكس واي بنفس السايز وهي مثلا احمر اللي هون وهي الاسود اللي هون هيك بس لسبب معين we don't know why تيجي منمش الصورة زي هيك احنا بنعرف بس جي اكس واي ما بنعرف شو هي الاف اكس واي لو كانت بيكسل او كانت مثلا ايمج غير معروفه مسبقا بس لما احط التست ايمج بكون عارف بالضبط انه هون في عندي اضافه على الايمج ما كانت موجوده فيها اصلا لانه بعرف هاي الايمج بعرف اف اكس واي فاذا بعرف اف اكس واي تجيني جي اكس واي فيها مشاكل ساعتها بقدر احدد طبيعه النويز باجي باخذ المين والفارينس من الهيستوغرام تبع الايمج هاي وساعتها خصوصا اذا الايمج ايمجينج سيستم از افيلبل اذا بعرف استخدمه عندي ام ار اي ماشين وعندي انا كاميرا قاعد بصور فيها وفيها مشاكل فاي كان نو انه هذا والله عندي هيك الهيستوغرام تبعها لازم يكون هيك شكله مثلا هيك اجاني انا هنا values وجاني هون values بعرف انه هذولا يجوا salt and pepper noise خصوصا if we have the imaging modality عندي الاكس-ray machine عندي الامراي machine عندي الكاميرا اللي بصور فيها عندي الالتراساوند machine فساعتها I can take a test image هاي تبعتنا واصورها وبعمل estimation للنويز هلا اذا الايمجينج سيستم نفسه مش موجود عندي يعني خلص واحد صور لي صوره وبعث لي اياها على الانترنت انا هو موجود بدوله وانا موجود بدوله ثانيه واجتني الصوره فيها نويز هلا بالعاده على ارض الواقع بالشغل اللي احنا بنشتغله شو بتسوي بتمسك الصوره بتحكيها بتحكي للي صور لك اياها هاي الصوره نويزي ارجع صور لحالك صوره جديده وبعث لي صوره نظيفه هيك بالعاده احنا بنسوي بس تخيل حالك انت الانجينير اللي قاعد بيعمل ديزاين اللي بيعمل كاليبريشن اللي قاعد بيظبط الصوره بالميدان وما معك مجال انك تعدل الصوره وهي الصوره مثلا كانت لواحد بخصك او واحد لازم انك تشرع الصوره او للبحث العلمي تبعك وتصورت هاي الصورة ما معك مجال ترجع الصورة تحكي للبني آدم صور لي صورة جديدة خلص الصورة موجودة عندك كيف بدك تشيل النويز منها بالطريقة اللي عم حكيناها قبل شوي if you only if the image is available يعني ما عندك الايميجينج سيستم نفسه تأخذ باتش من الصورة هاي الصورة خلص أنا هاي ما عنديش التست ايميج ونعتبر هاي الجي اكس واي تبعتها تروح تأخذ باتش من الصورة مش منطقة أنت شكلها إنها إيش شكل لازم يكون نفس اللون وبتيجي تعمل استيميشن للنويز بالمنطقه هاي باستخدام الهيستوغرام زي ما شفنا بالسلايد اللي قبل اوكي زي ما شفنا بالطريقه هاي فالدي نويزنج له تو ديفرنت ويز هاو تو ريموف النويز من الايمج يا بالفريكوانسي دومين وهاي بنطبقها بحاله واحده فقط لما يكون عندك النويز بيريودك بيكون افضل طريقه تطبق عليه باند ستوب فلتر على البيريودك نويز على الكت اوف فريكوانسي اللي فيها البيريود وخلص تنحل المشكله تماما فيري ايزي فيري كلين وبتحل لك الاشكاليه بشكل كثير كبير هاي لما تكون النويز بيريودك شو معناته بيريودك معناته وي نو ذا بيريود وي نو ذا سيجنال اتس نوت ريلي نويز اوكي لانه مش ستوكاستيك مش راندوم تمام فلما يكون النويز بيريودك يو نو انه هذا بقدر اشيله لانه متوقع متى تصير قيمته وعلى اي بيكسل بعمل فبنروح على الفريكوانسي دومين بطبق عليه الكت اوف فريكوانسي الكت اوف فريكوانسي على النويز على البيريود تبعت النويز بباند ستوب فلتر وذاتس ات
لكن بأغلب الأحيان إحنا مش محظوظين بهاي الطريقة إنه النويز المضاف على الإيمج إذا periodic noise. على الأغلب بيكون random noise زي ما شفناهم Gaussian, Rayleigh, Erlang, Exponential, Salt and Pepper. ساعتها بنطبق فلاتر مش بالفريكوانسي دومين، بنطبق الفلاتر بالسبيشال دومين. الفلاتر بالسبيشال دومين راح يكونوا ثلاث أنواع اللي راح نغطيهم. واحد اسمه المين فلترز اللي هم من كلمة مين الأفريج، أو الأوردر ستاتستكس فلترز، هذول من كلمة أوردر ستاتستكس إنه في ترتيب، بدي أستخدم نوع من الترتيب. وفي نوع ثالث اسمه أدابتيف فلترز. أوكي، فنحكي عن الأنواع المختلفة للدينويزينج من هون وطالع. هاي اللي هي الحالة الخاصة جدا واللي ما بتيجي يعني يمكن مرة بالمليون لما تتعامل مع نويز، إن النويز بيكون بيريدك. فما يكون بيريدك الطريقة الأسلم إنك تأخذ الفريكوانسي دومين، بتلاقي إنه عندك أنت البيريد عبارة عن سبايكس مبينة عندك بالفريكوانسي دومين، تعرف شو الكاتو فريكوانسي اللي هي من السنتر لهون، من السنتر بالديستنس من هون للسبايك اللي هي متساوية عليهم كلياتهم. تيجي تعمل انت فلتر لو باس فلتر اقل من الفريكوانسي تبعت النويز، وهاي باس فلتر اعلى من الفريكوانسي تبعت النويز زي هاي، وبتضرب هاي الفلتر اتش بالايمج اف، او بالحاله هاي الايمج جي، فبتطلع عندك ايمج اف هات اوف يو في، بتاخذ لها انفرس فوري ترانسفورم، تطلع عندك اف هات اوف اكس واي، هاي تكون الايمج الاقرب للايمج الاصليه. تمام، فديس از اور بيريديك نويز ريموفر. تمام، هاي طريقه الهيستوغرام. اوكي، انا بدي احاول انه نعمل اكزامبل على بالماتلاب، نحطها هيك على الايمج اللي بنعرف احنا نعمل سيرج فاين شولدر. اوب، انا ما بدي اعمل هيك، بدور على كلمة شولدر. او اكس راي. اكس underscore way عشان اعمل عليها سيرتش يعني، بس تحاول الاقيها هون. نمشي على اكس راي ايمج صح، احنا للشولدر. هاي اكس راي ليش ما لقاها؟ طيب هاي الايمج خلينا نحكي اف بالنسبة لنا. اوكي، فاذا عملنا اي ام شو الاف طلعنا صورة الاكس راي، وهي هاي من الصور اللي ما فيش فيهم مشاكل كثير، ما فيهم مشاكل نويز فيري شارب. فاحنا بنسوي بدنا نضيف عليها نويز. هلا لاحظوا هاي الايمج، بنضيف عليها نويز ونشوف شو اللي بده يصير عندي بعد اضافه النويز على الايمج. لاحظوا في هون بعض البكسلز البيضاء بدلوا انه الايمج عليها شويه نويز، وايت نويز. هاي زي البيضاء اللي هون، هنا البيضة اللي هون، هاي ما بنعرف لها نويز ولا لا، لأنه ممكن تكون جزء من الإيمج الأصلية أو لا، we don't know. ولاحظوا إنه هاي المنطقة فيها سواد، وأنا متوقع هذا يكون أسود لأنه هاي صورة إكس راي وما في تيشيو هون، فهاي ممكن تفيدنا بعد شوي نعمل استيميشن النويز هون. فخلينا نضيف نويز اللي هو بنسميه اللي هو
additive white noise, TWN. وهو أتوقع AGWN Active Gaussian White Noise AGWN. هذا النويز ريموفال الاخرى اللي طلع عنا بدي اضيف انا النويز شوف النويز ريموفال اذا في اشي عنا ايمجز اصليه هاي مثلا زي الايمج هاي هون ضايف عليها اي ام نويز نوعه salt and pepper 0.02 شايفين كيف نضاف عليه النويز او وهون قاعد بيحاول يستخدم فلاتر اللي تشيل النويز هون عندي انا مثلا الصوره لا اتوقع هذا ساترن هذا اوكي عمليه النويز تشيل النويز منها salt and pepper اسوء شيء فعندي انا فانكشن جاهز اسمه اي ام نويز بضيف النويز مباشره عندنا فلاحظوا في عندي جاوسيان وعندي لوكال فار وعندي بوزون وعندي صوت البيبر وعندي سبيكل سبيكل بيكون بالعاده للالترا ساوند ايمجز فلتس سي الاي ام نويز اللي بدنا نضيفه على الايمج تبعتنا اوكي الايمج تبعتنا اف بدي اضيف جاوسيان ما بدي اضيف صوت البيبر، صوت البيبر له شغله لحاله راح نتوسع فيه شوي. فبدنا نحكي انه انا بدي الايمج جي او جي سمول هي عباره عن اي ام نويز للايمج اف نضيف عليها جاوسيان نويز هيو انا شايفين ماشي على الهلب هاي الحاله. بدي اضيف عليها جاوسيان في probability أتوقع هون الـ M add Gaussian white noise with mean M and variance 0.01 فخلينا احنا نضيف هون ضايف هو noise variance scale 0 mean 0.01 خلينا على الديفولت ما نتحكم احنا فيه خلينا على الديفولت ونشوف كيف شكله سكر قوس بعدها بنشوف اذا بنقدر احنا هي اضاف النويز خلينا نطلع على شكل الايمج بعد اضافه النويز هيها شايفين كيف بطلت زي اول هون صار طلعوا كيف خلينا نحط الصوره الاصليه فيجر هاي الشو طبعا هون احنا مش قاعدين بنعمل كود احنا بس قاعدين من صوره بنعملها نويزي هلا بدنا نلاقي الطرق اللي تشيل النويز بس احنا هاي اللي الاكزامبل اللي بين ايدينا شوف كيف الايمج بعد ما صارت نويزي كيف كانت اصليه فتخيل الايمج ما صورتها انت زي هيك صورها طلعت معك زي هيك فيري نويزي لايك ذس شو بدك تسوي هون السؤال بيجي وما معك انت مجال لا انك ترجع الايمج ل للي صور لك اياها بتكيش تحط البني ادم تحت الشعاع اضافي انك تاخذ صوره اكس راي ثانيه وهكذا كيف بقدر اخفف النويز؟ لاحظ بالحاله هاي ما بقدر انا اجي اعمل والله ناقص جاوسيان اي دونت نو ممكن ما كانش جاوسيان هلا احنا بين ايدينا عارفين عم اطلع بنضيف له جاوسيان بس ممكن ما يكون جاوسيان ممكن يكون اي نوع نويز ثاني تخيل يجيك ايمج زي هيك شو بدك تسوي لها؟ ففي عندنا طرق نخفف كميه النويز هلا لاحظوا انه هاي مبين انه واحده من الطرق انه اعملها فلترنج لو باس فلتر سموذنج مين اوكي خفف هالفاريشن العالي اللي بالايمج بس الطريقه اللي بدنا نتعلمها اول شيء كيف نعمل استيميشن للنويز اللي بين ايدينا انه اعمل كروب اطلع على جزء من الايمج انا كنت عارف او مبين من شكل الايمج
والله في عندي شولدر هون حدوده مش مبينة 100%، بس هاي المنطقة سودة، يعني بعد حرف ال اللي هون هاي والله المنطقة سودة. الأصل تكون هي منطقة الإكس راي اللي ما مش قاعد بمر بأي نوع من التشوز. فديس شود بي كونستانت فاليو، تكون كونستانت فاليو شو معناته؟ معناته مفروض انه مش مضاف لها اي نوع من اذا اي قيمه غير الزيرو انا هاي بلاك، هي بتمثل النويز اللي بين ايدينا. خلينا نعمل هيستوغرام للايمج. اول شيء نشوف كيف انه لما ناخذ باتش زي ما هو الطريقه المقترح علينا، ناخذ باتش سمول باتش اوف ذا اوريجينال ايمج عشان نعمل ايش استيميشن للنويز بارامتر. بعدها شو بنسوي؟ بدنا نعمل دينوزينج. احنا مرينا باول واحده زي هيك، هلا بدنا نعرف نطبق السبيشال فلترز، فراح يكون هذا اكزامبل كثير حلو نشتغل عليه. تمام، فليتس جو باك تو دي للماتلاب. اوكي، وهي الايمج النويز تبعتنا. فاذا حطينا احنا الداتا بوينتس نطلع على هاي الايمج، هاي داتا بوينت مثلا هون انا عندي اي بيكسل، شو رقم البيكسل؟ هاي هون، لاحظوا هذا الرو هون الرو 18 حط لي اياه، معقول اكس 2000 ونبلش هون بالحاله هاي بالكولوم نمبر، بعديها الرو نمبر. لاحظ يمكن سواي نعتبرها. أنا بلشت من هون، هاي شغلة غريبة إنها تعبت ترى. أنا بروح بهذا الاتجاه قاعد بعد عداد 1800 هاي 1200 700 600 500، بحط الكولوم أول إشي هون قاعد، بعديها الرو، which is عكس اللي إحنا متعودين عليه وبنشتغل عليه دائما. لاحظوا هنا الكولوم قيمته مش قاعد تغير وانا بنزل نزول، الرو اللي قاعد تغير تغير، فعشان نكون حذرين بايش العداد تبعنا راح يكون. فهاي مثلا 2950 للنهايه 1920 2950، لو عديت انا مثلا 500 فانا بدي اخذ الزاويه هاي، فمن 2950 للنهايه من 1 ل 500 من ناحيه عدد الروز بدي اخذ هاي السمول باتش، لان انا بعرف انها سوداء. فاذا حكينا انه انا بدي السمول باتش اسميها سمول باتش من الجي، واخليها جي سمول باتش، جي سمول باتش بتساوي، هاي بتساوي الجي من الى، من ايش لايش؟ اذا هو معتبر 2920 هون، ايوه 2920، لاحظوا هو غريب اللي عامله، لانه لاحظوا 2920 هي بالاكس واي هون، هي 2920 هون اللي هي الترقيم الصحيح. فحكينا احنا من 2000 وقديش؟ وانا اسف انه مثلا من 2900 اي من 2900 2920، من 2700 لا 2920 طبعا هاي الكولومز، الروز حكينا من 1 ل 500 صح؟ اول 500 رو، فأنا بدي من 1 ل 500 و 2700، خلي 2900 فيش داعي 2920 عشان يطلع الرقم صحيح، وهي خليها 2901، هيك تطلع 500 200. لاحظوا هي 500 200 يجي سمول باتش. هلا هاي اللي بدي اعملها هيستوغرام، اوكي؟ هاي اللي بدي اعملها هيستوغرام. هلا 200 و500 10000 نقطة، ممتاز. تمام؟ اول شيء بدي اعمل هيستوغرام، هي نشوف كيف نعمل هيستوغرام. هيستوغرام ايمج كله على الهلب بشتغل عليه.
الامج بروسيسنج تول بوكس بحكي لك كيف تستخدم الهيستوغرام اي ام هيست. هي فانكشن جاهز. اوكي الكاونت والبين لوكيشنز بتيجي تختارهم. لاحظوا كيف شكله بيطلع الهيستوغرام للايمج. خلينا نعمل الهيستوغرام الايمج الاصليه. اول شيء هون سبيسيفايز ذا نمبر اوف بينز اي ام هيست للايمج اي والان. فبدنا نستخدم هذا هيك. اوكي هاي كوبي الفانكشن. نجي هون تو بيست الايمج اللي بدي اعملها. اول شيء هي الجي وعدد البنز. لاحظوا احنا عندنا من 0 ل 255 صح؟ راح يكون 256 بنز. فنعمل انتر. عندي انا 256 كاونت واحد. ايش كاونت 256 واحد. هاي العداد تبعي. هاي هلا بدي يعطي يطلع لي عندي انا الصوره مباشره. ما فيش داعي اخليه يخزن القيم. هاي نعمل هيك. خلاص عملت فيجر انا. هاي هذا الهيستوغرام الايمج تبعتنا النويزي. اوكي لاحظوا هاي الاسود هيو عداده في 10 8 تقريبا 8 في 10 قوه او 9 في 10 قوه 94000 نقطه. هي الاسود وعندي 256 ليفل. هذا الهيستوغرام للايمج النويزي. طيب خلينا نشوف الهيستوغرام للايمج. هاي فيجر للايمج الاصليه الاف. لا اوكي هذا الهيستوغرام للايمج الاصليه. هذا الهيستوغرام للايمج النويزي. شوف قديش الفرق. هاي للاف وهاي للجي. فلو كانت الايمج جتك زي هيك ما بتعرف مضاف لها نويز ولا مش مضاف لها نويز لانه انت ما عندك الايمج اف الاصليه. تمام فذيس از ذا نويزي ايمج وذيس از ذا اوريجينال ايمج. فكيف بدنا نعمل استيميشن للنويز اللي مضاف عندنا للايمج؟ شو بنعمل؟ نعمل هيستوغرام لمين؟ للسمول باتش. هاي السمول باتش تبعتنا. هاي المفروض كل قيمها تكون صفر. اوكي؟ هاي المفروض كل قيمها تكون صفر. بس هي فعليا مش زيرو، ليش؟ انا بضاف فيها نويز. فبنيجي نعمل فيجر للجي سمول باتش. ناخذ من هون. شفتوا كيف؟ فهذا لانه احنا ضايفين نويز زيرو الافرج زيرو عليه زيرو افرج. فانت عندك نويز مضاف بهاي النقطه مضاف للزيرو ومطروح من الزيرو. هلا اي شيء مطروح من الزيرو بده يكون ايش قيمته؟ صفر لانه بالنيجاتيف. بس طلعوا الديستريبيوشن كيف شكله بالمنطقه السوداء كانه جاوسيان وان تيل. بتقدر تطلع عليه الاكسبوننشال لانه النويز المضاف هون بهاي النقطه بقيمتها 10000 نقطه توتال 200 خلينا 500 200. هذا النويز هي مضافه فقط. فخلينا نطلع اذا في شيء بالايمج. هاي المنطقه شفتوا هاي السكن هاي المنطقه الاصليه. خلينا نرجع عليها هون على الايمج. خلينا نشيل الانستغرام هذا. ارجع للايمج فيجر اي ام شو للجي على حال ما راحت الايمج. باجي بحكي اذا بدي اخذ الباتش السوداء هاي السوداء بدي ينضاف. تعرفوا احنا عندي الجاوسيان ديستريبيوشن بجهتين، ايش بدي ينضاف وايش بدي ينطرح. فلما اجي اطرح قيمه بالزيرو بتطلع بالنيجاتيف، لما اجي اعملها بلوتينج شو بدي يطلع قيمتها؟ الزيرو. فباجي بحكي اوكي انا ما بزبط عندي المنطقه السوداء هاي اعملها باتش، خليني اخذ مثلا هاي المنطقه او حتى هاي المنطقه هون. بدي منطقه تكون متوسطه شكل الفاليوز فيها تقريبا افريج، يعني ما بدخل العظم هاي فيها هون لانه في عندي ايدج، اكيد هاي القيم اللي هون مش مساويه للقيم اللي هون. فخلينا ناخذ هاي المنطقه اللي هون، نحدد شو المربع تبعها اللي بفيدنا من هون. هاي داتا بوينت. خليني من هون مثلا
هي 1600 خليها 1700 من هون هيها هي 1700 بين 1200 خلينا نحكي 1700 و1200 ل 1900 ل 1400 تزبط 1900 ل 1900 خلينا ناخذ السمول باتش تبع التسير شيء جديد بمنطقه فيها الفاليز تقريبا متساويه بدنا نعمل سمول باتش جديده حكينا من 1900 ل 1900 1700 ل 1900 و 1200 لا اتوقع هاي عدد الكولومز و 1200 ل 1400 لا 1400 خلينا نتاكد بديش انه اتحزر هاي 1200 1200 ل 1400 يس عدد الروز 1900 1900 عدد الكولومز تمام 1200 1400 1900 هاي راح تكون خليها 1201 و1901 عشان تكون 200 200 اوكي بتكون 200 200 قديش عدد النقاط التوتال 4000 نقطه هلا هاي بدنا نعملها ايش نعملها هيستوغرام شفتوا كيف ما احلاها طلعوا كيف جاوسيان ديستريبيوشن ليش لانه المنطقه هون بشكل عام منطقة تقريبا قيمة فيها average متساوية ما في عندي details قيمة عالية وقيمة واطية وكذا هيك بعرف بالضبط انه انا القيمة المضافة الي النويز المضاف هي من distribution تبعه شكله انه Gaussian noise فهلا عرفت عملت estimation لنوعية النويز المضاف ساعتها بقدر الاقي الطريقة الافضل لايجاد حلول له وضحت الصورة شفتوا كيف بالكودنج بدنا نعملها اي سؤال فهي بتغطي لي هاي الجزئيه بالكود كيف نعمل احنا سمول باتش او نحدد طبيعه النويز اوكي نرجع على هون حكينا احنا بنشوف الايش الاستيميشن للنويز هي طلع عندي شكل النويز انا بحيثه خلينا نرجعه من شكل النويز هنا بقدر اعمل استيميشن للبارامترز تبعته شو القيمه المين فاليو تبعته شو الستاندرد ديفيشن وبناء عليه بقدر بعتبره هذا النويز المضاف عباره عن راندوم نويز والبروبابيلتي ديسبتي فانكشن تبعته مش معروفه فاحنا الايمجنج سيستم از افيلبل بتاخذ صوره لمنطقه معروفه الايمج سيستم نوت افيلبل يعني هو تاخذ تيست ايمج مش available take a strip from the constant area زي ما سوينا draw the histogram اللي هو زي ما عملنا هون عملنا drawing للهيستوغرام اللي عندنا بعدين measure the mean and the variance تيجي تعمل measurement للdistribution هذا شو المين value له وشو الستاندرد ديفيشن بتربع الستاندرد ديفيشن بيعطيك ايش variance من هذول الثنتين بتقدر تبلش تعمل تختار شو نوعية الفلتر بدك تطبقه عشان يخفف لك كمية النويز الموجودة. ف this is a random noise with unknown probability density function فكان مش معروف بالنسبة لنا، صحيح يعني نعمل التريك على حالنا بنحكي انه احنا ما بنعرفه، أنا بعرف إنه حطيت Gaussian. ف it shows لما عملنا الاستيميشن that it is Gaussian، بس ممكن أنا أضيف لكم نويز على image ما بتعرف شو الديستريبيوشن تبعه. You don't know. ف ساعتها بتيجي تعمل البروسيس اللي انا ورجيتكم اياها كيف تختار الستريب ويبين معك الجاوسيان ديستريبيوشن الصحيح او عفوا الراندوم نويز ديستريبيوشن عشان تعمل له استيميشن صح. اوكي؟ فبالعاده كيف تطلع المين والستاندرد ديفيشن؟ انك تيجي تضرب كل ويت بالبروبابيلتي تبعته وتعمل سميشن عليهم يعني زي هاي الحاله عندنا تيجي تمسك هذول القيم تقسمهم على 4000 لانه 200 200 لا عفوا على 40000 200 200 40000 وتقسم هاي القيم على 40000 تعطيك هون بدل ما هي ان كي بتصير ان كي على ام في ان بتعطيك probability
صح؟ إذا كانوا بعملنا الشغل على الهستوغرام. ف بتيجي تضرب كل قيمة بالبروبابيليتي تبعتها وتأخذ الأفريج، تعطيك إيش؟ تأخذ السميشن تعطيك المين. الستاندرد ديفيشن أو الفاريانس عفوا ترجيع، تيجي تضرب قديش كل قيمة بعيدة عن المين بشو البروبابيليتي تبعتها، طبعا بتربحها هون وتجمعهم، هذا بيعطيك الفاريانس تربيع. إذا جاوسيان تستخدم ميو وميو سيجما، إذا يونيفورم بتبين معك قيم الـ A والـ B من هاي القيم اللي هون، ساعتها you can estimate شو طبيعة النوزل عندك. من شكله تقدر تعرف إنه هذا جاوسيان ولا هذا ريلي ولا هو شو طبيعة النوزل موجود. أوكي؟ فهاي الحالة احنا قاعدين نشتغل عليها، الحالة انه FXY مضاف عليها نويز، اعطتك GXY وبتحاول تعمل restoration، تختار الفلتر المناسب لها. فrestoration in the presence of noise when only the only degradation presence in the image is noise، يعني هاي FXY مش معمولة convolution مع HXY، يعني بس مضاف النويز. The noise value at each pixel is unknown، so we cannot really subtract من GXY عشان نطلع FXY، لأنه it's an unknown fact in value. It's a probabilistic. It's a chance. ما بتقدر تحكي تعرف الرقم بالضبط، تعرف probability تبعت هذا الرقم. فإن fact enhancement and restoration become almost indistinguishable discipline in this particular case. يعني عملية إنه نحطي الفكرة الريستوريشن ككونسبت هون بتصير مش كتير بعيدة عن الانهانسمنت. ليش؟ لأن الإيمج هاي اللي بين إيدينا النويزي، this is a noisy image، واحدة من الطرق اللي بقدر أخفف النويز إنه نعملها انهانسمنت. شو الانهانسمنت؟ إنك تعملها تدخلها بلو باس فلتر، تعملها سموذنج. سموذنج شو راح يسوي؟ راح يخفف هاي التغيرات اللي أضافها النويز على الإيمج. اوكي، فبتصير فكره الانهانسمنت والريستوريشن بظرف انك انت ما بتعرف شو طبيعه النويز المضاف، ما في عندك انت ديجريديشن فانكشن، بصير هذول التو كونسبتس قريب على بعض، فبسهوله الكونسبتس اللي راح نحكيها هلا مكرره من الشغلات اللي اخذناها. لو باس فلتر، بطبق لو باس فلتر بانواعه، تمام؟ فكيف راح يكون عندي انواع الفلاتر اللي راح نستخدمهم؟ بس راح يكونوا بالفريكوانسي دومين، عفوا بالسبيشال دومين، وراح نطبق فلاتر احنا اوريدي بنعرفهم، وراح نطبقهم بطريقه ايش؟ كانك بتطبق كونفولوشن، هو مش فعليا كونفولوشن بس كانك بتطبق كونفولوشن. اوكي؟ تختار فلتر وبصير تطبقه. فراح نطبق احنا، راح نشوفهم هاي الكونسبتس هاي كيف راح تمشي معنا. هطبق شغله اسمها ارثمتيك مين فلتر، جيومتريك مين فلتر، هارمونيك وكونتر هارمونيك فلترز. هذول هم المين فلترز من هاي المجموعه، تتذكر هنا هذول هم المين فلترز. هذول راح نشوف عليهم مشاكل كثير، فلاتر هذول مش افضل فلاتر ممكن نستخدمهم، بس هم وي كان يوز ذم اند ذي ورك. فالمين فلترز هم اربع انواع فلاتر: ارثمتيك مين فلتر، جيومتريك مين فلتر، هارمونيك مين فلتر، وكونتر هارمونيك مين فلتر. اوكي، راح نطبقهم، راح نعملهم المحاضرة الجاية، بلاش نعملهم اليوم. بعديها راح نشوف شو مشاكلهم هذول، متى بيفشلوا حسب نوع الفلتر الموجود عندنا، حسب نوع النويز الموجود عندنا. بعديها راح نعمل order statistics filter، راح تشوفوا ان هذول انا بشوفهم بيعطونا اثر كثير كبير، بيحلوا كثير مشاكل، خصوصا بمشاكل salt and pepper نويز. وراح نطبق عليهم هذول اكزامبلز على الماتلاب ان شاء الله محاضره بكره. اوكي، فبكره راح تكون عندنا المحاضره الاخيره، راح نطبق هذول الفلاتر، نشوف كيف نعمل دي نويزنج، ونشوف على الاكزامبلز على الماتلاب كيف نقدر انه تزبط بعض الفلاتر على بعض الحالات وبعض الحالات ما بتزبط، نشوف كيف نخفف مشاكلهم قد ما نقدر. اوكي، وهيك بتخلص معنا محاضره اليوم ان شاء الله.